منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار. أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يقر زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين من 10 إلى 15%، ويوافق على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاكية الطبية وشبه الطبية. وضمن الاجتماع، تكليف وزير المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة المتنافية مع سياسة الاستثمار، ويأمر بإعداد إطار قانوني ينظم مجال إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم. رئيس الجمهورية يؤكد أن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي، وسيبقى في صميم انشغالاته في رسالة عشية اليوم الوطني للذاكرة. رئيس الجمهورية يبرز الدور الريادي للجزائر في مجال إنتاج الأسمدة في كلمته خلال أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة بنيروبي. خمسون شهيداً في قصف جوي وبري على رفح، والجزائر تدين بشدة تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية، ترأس أمس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لعروض منها إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد، القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، ومتابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة، بالإضافة إلى عرض مشترك حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر، ومشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. بعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية الاجتماع ومنح الكلمة للسيد الأمين العام للحكومة لعرض جدول الأعمال، ثم عرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب عروض السيدات والسادة أعضاء الحكومة، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتوجيهات التالية. أولاً، بخصوص القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، وافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية. وجه السيد الرئيس وزير الصحة بمواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بخصوصية الأسلاك الطبية وشبه الطبية. ثانياً، بخصوص إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد، أكد السيد رئيس الجمهورية أن قرار رفع معاشات ومنح المتقاعدين نابع من اعتراف وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها من العمال الذين أدوا ما عليهم خلال سنوات الخدمة، حيث ستطبق الزيادات بنسبة تتراوح ما بين 10 و15% على جميع فئات المتقاعدين، ما يسمح لهم بتحسين إطارهم المعيشي. ثالثاً، حول إنتاج وتوزيع زيوت التشحيم في الجزائر، وجه السيد الرئيس الوزير الأول بالتنسيق مع وزراء الصناعة والطاقة والمالية والتجارة من أجل إعداد إطار قانوني ينظم هذا المجال، ويحدد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها في السوق الوطنية. أمر السيد الرئيس بأن تتولى نفطال الإنتاج وترفع نسبته وتتكفل بعملية تسويق واستيراد زيوت التشحيم التي لا يتم تصنيعها محلياً، مع الشروع في وضع التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها محلياً. رابعاً، بخصوص مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
أمر السيد الرئيس وزيرة البيئة بالتنسيق مع نظرائها في قطاعي الداخلية والسكن تحت إشراف السيد الوزير الأول لإعداد مخطط حول البيئة والعمران يعيد النظر في نظام فرز وتوزيع النفايات من خلال توعية المواطنين. أمر باستحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال رسكلة النفايات، خاصة وأن لهذا المجال مردودية اقتصادية هامة من خلال عمليات إعادة التحويل والتصنيع الموجه إلى عدة مجالات على رأسها الفلاحة. مباشرة إجراءات ميدانية لفرز النفايات وتوزيعها ورسكلتها في ولايات نموذجية تشمل المدن الكبرى قبل تعميمها تهدف إلى تقويم السلوكات الاجتماعية لتساهم في نظامنا البيئي بفعالية وإيجابية. أكد السيد الرئيس على ضرورة التجند لترقية صورة البلاد بما يواكب كل الإصلاحات التي تعرفها الجزائر، مع إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية حتى تتماشى المخططات النظرية مع التطبيق الصارم للقوانين. خامساً، بخصوص متابعة مستجدات تقدم عملية الرقمنة، أمر السيد رئيس الجمهورية بإلاء أهمية كبرى للأمن السيبراني في مسار الرقمنة، مثمناً المجهودات المتواصلة لإتمام هذا المشروع. سادساً، قطاع المالية، وبخصوص الفوائد البنكية، كلف السيد الرئيس وزير المالية بالتنسيق مع البنك المركزي وجمعية البنوك والمؤسسات المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة التي تتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار. توجيهات عامة. كلف السيد رئيس الجمهورية وزير الطاقة والمناجم بنقل تقديره العالي إلى كل عمال وإطارات شركة سونالغاز على تواصل مجهوداتهم الجبارة في تلبية الاحتياجات الوطنية، خاصة ما تعلق بمشاريع الكهرباء الفلاحية وربط المناطق الريفية، مما انعكس بشكل إيجابي على الإنتاج. كلف السيد الرئيس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالإسراع في تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بحق ممارسة النشاط النقبي. انتهى بيان مجلس الوزراء. في الذاكرة الوطنية، تحيي الجزائر اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 79 لمجازر 8 ماي 1945، الجريمة التي بقيت وصمة عار في تاريخ فرنسا الاستعمارية يأباها العقل والإنسانية ولن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم. وعشية إحياء هذه الذكرى توجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة هذا نصها الكامل. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، نحتفي في 8 ماي باليوم الوطني للذاكرة، وفي هذه الذكرى تعود إلى أذهاننا مجازر 8 ماي 1945 التي أقدم على اقترافها الاستعمار بأقصى درجات الحقد والوحشية لإخماد سيرورة مد نضالي وطني متصاعد أدى إلى مظاهرات غاضبة عارمة انتفض خلالها الشعب الجزائري آنذاك معبرا عن تطلعه إلى الحرية والانعتاق، وكانت إعلانا مدويا عن قرب اندلاعي الكفاح المسلح في الفاتح من نوفمبر 1954. في هذه الانتفاضة التاريخية الخالدة صنع الشعب الجزائري مشهدا ملحميا في سطيف وقلمة وخراطة وعين تيموشنت وغيرها من المدن الجزائرية أصاب الاستعمار بالذهول والجنون ودفعه إلى ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وهو مشهد رهيب ومروع جسد لحظة تاريخية مفصلية انعطفت بنضالات الحركة الوطنية ورصيدها عبر عقود من الزمن نحو المواجهة المسلحة التي قادها فيما بعد رجال ترعرعوا في صلب النضال الوطني ففجروا ثورة التحرير وألقوا بها
إلى الشعب ليعتنقها وينخرط في مسارها البطولي العظيم. وقد جعلنا من ذكرى مجازري 8 ماي 1945 التي دفع فيها الشعب من دماء أبنائه 45,000 شهيد يوما وطنيا للذاكرة، اعتزازا بفصول المسيرة الوطنية الحافلة بالنضالات جيلا بعد جيل منذ أن وطأت أقدام الاستعمار أرضنا الطاهرة. وكانت مظاهرات 8 ماي أحدى المحطات الدامية التي سجلها التاريخ الحديث في مصافي النماذج المعبرة عن مناهضة الاستعمار والتعلق بالحرية والكرامة، وواحدة من أعظم الأمثلة في العالم على حجم وعمق التضحيات والدماء والمآسي التي تكبدتها الشعوب المستعمرة ثمنا للتخلص من الظلم والهيمنة واستعادة السيادة الوطنية. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، إن عناية الدولة بمسألة الذاكرة ترتكز على تقدير المسؤولية الوطنية في حفظ إرث الأجيال من أمجاد أسلافهم، وتنبع من اعتزاز الأمة بماضيها المشرف ومن جسامة تضحيات الشعب في تاريخ الجزائر القديم والحديث لدحر الأطماع وإبطال كيد الحاقدين الذين من فكوا يتوارثون نوايا النيل من وحدتها وقوتها، وما زالت سلالاتهم إلى اليوم تتلطخ في وحل استهداف بلادنا. إن ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم أو التناسي بفعل مرور السنوات، ولا يقبل التنازل والمساومة، وسيبقى في صميم انشغالاتنا حتى تتحقق معالجته معالجة موضوعية جريئة ومنصفة للحقيقة التاريخية. وإنني في الوقت الذي أؤكد الاستعداد للتوجه نحو المستقبل في أجواء الثقة، أعتبر أن المصداقية والجدية مطلب أساسي لاستكمال الإجراءات والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق والحساس وما يمثله لدى الشعب الجزائري الفخور بنضاله الوطني الطويل وكفاحه المسلح المرير والوفي لشهداء ولرسالة نوفمبر الخريطة. وإننا إذ نحتفي اليوم بهذه الذكرى تعبيرا عن تمجيد تاريخنا الوطني وتكريسا لعقيدة الوفاء لمن صنعوه بأنهار من الدماء، نقف بخشوع إجلالا لتضحياتهم وترحما على أرواحهم الزكية، لنجدد عهدنا معهم لصون ودعتهم وذكراهم والمضي على نهجهم إلى جزائر قوية ومنيعة سيدة أبية. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وخلال محاضرة نشطها بجامع الجزائر حول اليوم الوطني للذاكرة، ذكر رئيس مجلس الأمة المجاهد صالح جوجيل، ذكر ببطولات الأمجاد الذين أفنوا حياتهم في سبيل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة. جمهورية عبد المجيد تبون كيوم الذاكرة، حقيقة لما نرجع للذاكرة ونقرأ التاريخ الجزائر، الشيء اللي عاشه جيل نوفمبر يختلف على كل الأجيال الأخرى، لأن الاستعمار في الجزائر يختلف أيضا على كل استعمارات عبر العالم، ماهوش أفريقيا فقط، عبر العالم، لأن الاستعمار في الجزائر الهدف نتاعه هو إبادة الشعب الجزائري. ولأن ذكرى مجازري 8 ماي لا تسقط بالتقادم ولا يطالها النسيان، نقف عند بشاعة جرائم الاستعمار الفرنسي وتضحيات الشعب الجزائري في سبيل افتكاك الحرية والاستقلال. الورقة لعائشة ببرق. شهداء سقطوا ذات 8 ماي 1945 بدمائهم الزكيات الطاهرات
لتضبط عقارب التاريخ عند كل ذكرى، ونقف عند فصل من فصول جريمة المتكاملة الأركان. تقديرات تقريبية يعني تفيد بأن تعداد الشهداء الذين سقطوا عبر قرى وأرياف ومداشر ودواوير ولاية قلمة لا يقل عن 18,000 شهيد. وعلى هذا النحو المسيء لكل القوانين والأعراف الدولية سارت الأحداث ليدفع 45,000 جزائري أرواحهم فداء لأرض، لوطن، لقضية عادلة. المجاهد عباد عبد اللطيف ومن خلال هذه الصور يستذكر كل تفاصيل ذاك اليوم من اعتقالات وقتل لأبرياء عزل خرجوا ليس إلا مطالبين بالحرية والاستقلال. تقريب قلمة كاملة راحت، وجيد الطيارة أمام الطيارة طيشت العباد منها. أنا 45 كيه ونون سيلمون قتلوا العباد، يجدوا يحرقوهم، تسمي الريحة هذيك في تاع لي كور يومان، يصب عليهم ليسانس وحرق. إن الذين شاهدوا موت الأطفال والنساء والرجال العزل ذات 8 ماي علموا أنهم سيبعثون في نوفمبر ولن يكون بوسعهم سوى النهوض من الرماد لصنع أجمل نوفمبر أبدي. في التعاون أبرز رئيس الجمهورية في كلمته التي ألقاها وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف الشرفة خلال أشغال القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة والتي انطلقت أشغالها أمس بالعاصمة الكينية نيروبي. أبرز الدور الريادي للجزائر في مجال إنتاج الأسمدة بالنظر إلى طاقاتها الإنتاجية التي تمكن من تلبية السوق المحلية وتموين السوق الدولية، حيث تحتزم الجزائر مواصلة جهودها لتطوير الغاز الطبيعي الذي يعد عاملا هاما في تصنيع الأسمدة الرئيسية من خلال تعزيز الاستثمارات المباشرة في مجال النفط والغاز. ولدى تطرقه إلى التحديات الجماعية للدول الإفريقية للنهوض باقتصادياتها وتحقيق رفاه شعوبها، أعرب رئيس الجمهورية عن ثقته التامة أن قارتنا تمتلك القدرات اللازمة لتوفير احتياجاتها من هذه المادة الحيوية لازدهار القطاع الزراعي وتعزيز أمننا الغذائي. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر تولي كل العناية لفرص تقاسم الخبرة والتجربة وتعزيز التعاون القاري في شتى المجالات وللمساعي المتعلقة بالتنمية في إفريقيا وخاصة تلك المرتبطة بالأمن الغذائي، وهي تشاطر في هذه المناسبة انشغال الدول الإفريقية بضرورة توفير الأسمدة لإنتاج احتياجاتها الغذائية ومعالجة تدهور صحة التربة بفعل التغيرات المناخية الحادة والممارسات ذات الصلة بالفعلية البشرية المضر بالزراعة والبيئة والثروات الطبيعية الأخرى. إن مشاركة الجزائر في هذه القمة عالية المستوى تشكل بالنسبة لنا فرصة لعرض ما وصلت إليه بلادنا من حيث إنتاج الأسمدة وجهود الدولة لتعزيز استعمال الأسمدة لتحسين الإنتاج والإنتاجية. ومنذ 2022 تم إطلاق مشاريع مهيكلة أخرى طموحة على غرار مشروع الفوسفات المدمج الذي سيسمح باستخراج ومعالجة 10 ملايين طن من الفوسفات الخام وتحويل 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإنتاج حوالي 6 ملايين طن من الأسمدة سنوياً، إضافة إلى مشروع إنجاز مركب صناعي لتحويل 700,000 طن من الفوسفات المعالج لإنتاج الفوسفات الغذائي. في الحركية التنموية خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني ومنتخبي وأعيان ولاية خنشلة،
نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، نوه بالدور الإيجابي للمجتمع المدني باعتباره همزة وصل بين المواطن ومؤسسات الدولة. والتغطية لعبد الرحمن شبح. التنمية الشاملة واستكمال كل المشاريع التي استفادت منها خنشلة هو ما أكد عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئات العمرانية لدى لقائه بفعاليات المجتمع المدني، مضيفا أن الولاية ستستفيد من مشاريع أخرى لتدارك مختلف النقائص. الشيء اللي كنت تقولوا فيه أنا وقفت عليه منذ 3 سنوات في الأرياف والقرى، كان وضع مزري، إنما كان برنامج الحمد لله من خلاله تم تدارك ما تم تداركه. أخذنا دائما بعين الاعتبار الشيء لازم نحتفظ به حتى نتدخل عند الحاجة لا قدر الله، وحتى نمكن الآلة الصناعية الاقتصادية أن تلعب دورها بالنسبة للفلاحة، بالنسبة للصناعة، بالنسبة للمناجم، بالنسبة للسياحة. رئيس الجمهورية، وهذا ليس بسر، قرر أن يزور الولاية هذه، وربما من ضمن زيارته الأولى، كما قالها أكثر من مرة. ارتياح كبير لدى المجتمع المدني بخنشلة بحجم ووتيرة إنجاز المشاريع، وهو ما يجعل الولاية تتجاوز الهوة التنموية التي عانت منها لسنوات لتؤدي الدور المنوط بها في كل المجالات. في إطار الديمقراطية التشاركية وانقلنا انشغالات المجتمع المدني بما فيها أنه طلبناه بتعديل مدونة PCD على أساس أنه البلديات تتكفل بإنشاء حواجز مائية ويزيد إنشاء سدود على مستوى ولاية خنشلة من أجل المحاصيل الاستراتيجية. نتمنى أن السيد رئيس الجمهورية يعني يزيد دعمنا أكثر لهذه الولاية حتى ترتقي إلى مصاف الولايات الكبرى. ثمن جهود السيد رئيس الجمهورية في البرنامج التكميلي لآخر ولاية خنشلة، وخاصة في الزيارة الأخيرة اللي وضعها السيد وزير الداخلية على مستوى ولاية خنشلة من برنامج تكميلي، وإن شاء الله كما صرح لنا كمجتمع مدني أنه كان عدة برامج راح تكون على مستوى ولاية خنشلة في الأيام القادمة إن شاء الله. كثيرة هي المشاريع التي استفادت منها ولاية خنشلة في السنوات القليلة الماضية، والتي كان المواطن محورها الأساسي باعتبارها جاءت لتحسين إطاره المعيشي وتنمية الولاية اقتصاديا واجتماعيا. وفي إطار تجسيد البرنامج السنوي للتحضير القتالي للقوات لسنة 2024 والمصادق عليه من طرف السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نفذت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم تمرين البحث والإنقاذ لطائرة في حالة نجدة ساركاكس 2024 بمنطقة صحراوية في ولاية غردعية الناحية العسكرية الرابعة، ومن مختلف هياكل وزارة الدفاع الوطني والهيئات المدنية لولاية غردعية. والتغطية لأمين شقبقب. الرياح القوية والزوابع الرملية التي صاحبت تمرين البحث والإنقاذ لطائرة مدنية في حالة نجدة ساهمت بشكل كبير في اختبار فاعلية وجاهزية الأفراد والوسائل في المناطق الصحراوية. في تمرين ساركس 2024 يهدف إلى اختبار رد فعل الهيئات العسكرية والمدنية أثناء حدوث كارثة جوية، وكذا مراقبة تطبيق المخطط الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ للطائرات في حالة نجدة مع تقييم وتنسيق إدارة عمليات البحث والإنقاذ. بعد تحديد مكان سقوط الطائرة وتفعيل مخطط التدخل للبحث والإنقاذ توزع المهام، ثم تختص كل جهة في مهمتها بالسرعة والاحترافية اللازمتين. تم إقحام وسيلة جوية تابعة لقيادة القوات الجوية للبحث وتحديد مكان حطام الطائرة المنكوبة، وكذا الوضع في الخدمة لمركزي قيادة ثابت بالولاية وعمليات بالمنطقة المنكوبة. بعد وقوع الكارثة يتم إعلام والي الولاية المسؤول إقليميا لتفعيل مقاييس مخطط تنظيم النجدة وتجنيد الجميع مع تسخير كافة الوسائل. كانت التدخلات كلها في المستوى المطلوب، سواء تلك المتعلقة بالعتاد الثقيل وهو المروحيات والطائرات اللي تابعة للجيش الوطني الشعبي اللي أدت المهمة نتاعها على أحسن ما يرام، كذلك بالنسبة لباقي المقاييس التي كانت حاضرة وبقوة وتم تنسيق عملها بصورة فعالة.
تنفيذ التمرين تم بنجاح وحقق أهدافه المرجوة من خلال تثمين المعارف المكتسبة وتبادل الخبرات والوقوف عند مدى تنسيق الجهات العسكرية والمدنية وجاهزيتها في التعامل مع هذه المخاطر. تدين الجزائر بأقوى العبارات وأشدها إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني على تنفيذ عمليات عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تحذيرا للقيام باجتياح بري لهذه المنطقة الفلسطينية. إن هذا التصعيد بالغ الخطورة والذي ينذر بالتسبب في حصيلة إجرامية غير مسبوقة وكارثة إنسانية وسعة النطاق والأبعاد، يأتي ليؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني ماض في تنفيذ مخططاته الرامية لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجير من تبقى منهم. بفعله هذا يؤكد الاحتلال أنه لا يأبه البتة بإجماع المجموعة الدولية على ضرورة التسريع في تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى حتمية إطلاق مسار سياسي يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن هذا المنظور تدعو الجزائر المجتمع الدولي إلى التحرك بصفة مستعجلة وفورية وحاسمة للضغط على القوة القائمة بالاحتلال والكف عن مدها بوسائل ومسببات استمرار تجبرها وتسلطها واستقوائها على الأبرياء الفلسطينيين منذ أكثر من 7 أشهر. كما تحذر الجزائر من أن تواصل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين من قطاع في قطاع غزة واحتمالية انتقاله لأعلى مستويات التصعيد مع اجتياح عسكري بري لمدينة رفح الفلسطينية، سيكون له تداعيات بالغة الجسامة من شأنها أن ترهن لعقود إضافية طويلة مستقبل السلم والأمن في المنطقة برمتها. وفي آخر التطورات أو تطورات الوضع بفلسطين المحتلة، مع دخول العدوان الصهيوني شهره 8، نفذت قوات الاحتلال الصهيوني قصفا جويا وبريا مكثفا على مدينة رفح، أسفر عن استشهاد أزيد من 50 فلسطينيا وإصابة العشرات، ما رفع حصيلة الضحايا إلى أزيد من 34,700 شهيد وأكثر من 78,200 جريح. المزيد في هذه المراسلة من غزة لوسام أبو زيد. طلبتها يا أمي يا حبيب ونلتها يا أمي يا أسد. طلب الشهادة فنالها، وهي شهادة أم لابنها الشهيد ترويها بالدم والدموع. فلا تزال الطواقم الطبية تنقل ما استطاعت من الشهداء والمصابين في مدينة رفح التي توغل جيش الاحتلال في أطرافها الشرقية وقام بقصف منازل سكنية ومدنيين واحتل معبر رفح، لكن مشاهد الدماء لم تنل من عزيمة وصبر الفلسطينيين، بل يبدون استعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات. دماءنا، أولادنا، نسائنا، شيوخنا، كلنا فداء الوطن، فداء الأقصى، فداء الأرض، فداء الله. وهنا قصة شهيد آخر جاء به على مقدمة السيارة لقلة الإمكانيات وصعوبة وصول الإسعافات، تماما كما كل غارة في غزة. أنا لم أرى في حياتي إطلاقاً وضع إطلاق نار كثيف، قصف كثيف جداً، طائرات، صواريخ، دبابات، مدافع رشاشات. وفي جريمة أخرى رصدتها عدسة التلفزيون الجزائري شرق رفح، تظهر مشاهد طفلين تحت الركام يحتضنان بعضهما بعضاً، وتحاول فرق الدفاع المدني انتشالهما رغم قلة الإمكانيات. حسبنا الله عليكم، حسبنا الله عليكم، يحرق قلوبكم ربكم، يحرق قلوبكم ربكم زي ما حرقتوا قلبنا. وبعد عدة ساعات تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثمان الطفلين من شرفة المنزل المهدم بمساعدة أحد الجرافات في جريمة اكتملت أركانها، عندما تشاهد نساء أيضا من بين الضحايا ولا تحتاج إلى المزيد من التوثيق والإثباتات. طفلان فلسطينيان يحتضنان بعضهما بعضا في تحت الركام، ربما تؤكد مدى همجية الاحتلال الإسرائيلي وقتله للأطفال الفلسطينيين. وهذه المشاهد المروعة ربما تحرك العالم من جديد
وأن توقف العدوان على القطاع. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. شكل موضوع الإعلام ومقاومة الاحتلال في القضية الصحراوية محور منتدى جريدة الشعب الذي استضاف عددا من الصحفيين العرب الذين أعربوا عن تضامنهم مع القضية الصحراوية والشعبية الصحراوية. والتغطية لفوزيتش. من يمتلك الإعلام يمتلك قوة التأثير. من هذه النظرة كان لابد من حشد وسائل إعلامية توجه بوصلتها إلى القضية الصحراوية لمعالجة متزنة ومواجهة ادعاءات وتعرية فظاعة الاحتلال المغربي. خرجنا معبئين لنحمل هذا الصوت بكل ضمائرنا بكامل حريتنا. نرفع اليوم الصوت ونقول أن هناك شعب يحق له تقرير المصير كما جاء في شرعة حقوق الإنسان ومبادئ ويلسون. عار على العالم وعار على القانون الدولي أن يستمر هذا الشعب لمدة 50 عاما تحت الاحتلال ولا يعطى حقه في تقرير المصير وفي تأسيس دولته المستقلة. الكشف عن ازدواجية المعايير التي ينتهجها الغرب اتجاه قضية الشعب الصحراوي يتطلب أصوات ترفع في المحافل الدولية تكفلها وسائل إعلامية ذات مصداقية. وأنا أيضا على يقين أنه سيأتي وقت وقضية الصحراء الغربية ستعري نفاق المجتمع الدولي، وكما عرتها قضية فلسطين وتحديدا بعد طوفان الأقصى. كلمة الحرة يدفعه عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين الإعلاميين بالسجون المغربية. التصدي لكل انحياز أعمى لرواية المخزن لن يتأتى إلا بتنوير الرأي العام العالمي لتحقيق الشرعية الدولية في تقرير مصير الشعب الصحراوي. نشرتنا تمت مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة. ليلى هادئ، سلام عليكم.